ودلوقتي ممكن تكوني استنتجتي التمرين بيأثر على حجم الثدي ولا لأ، والإجابة صباحكم خير، وأول حلقة من سلسلة اسألي ميركل نصيف. فكرة البرنامج دي جات من إن كنت قاعدة أنا والتيم بتاعي بنحضر سلسلة الحلقات الجديدة، وساعتها قلت لهم إن بقالي كتير كل مرة بطلع في التلفزيون بسألكم أنتوا اللي تحطوا لي الأسئلة عشان أطلع أجاوب عليها، وحطيت لكم الستوري دي على إنستغرام. قاعدة بشتغل أنا والتيم على حاجة، قلت لهم أنتوا اللي هتساعدوني. لو واحدة فيكم عايزة تسأل مدربة ست سؤال ومكسوفة تسأله المدرب راجل، السؤال هيبقى إيه؟ ما تحطوه لي هنا في الصندوق ده. صباحكم خير. دي الأسئلة اللي أنتوا بعتوها لي. خدت الأسئلة دي وجمعتها وعملنا السلسلة الجديدة اللي اسمها اسألي ميركل نصيف. عملت الريسيرش بتاعي، قسمتها جزء رياضي هقدر اتكلم فيه وفي جزء طبي انا مش هقدر اتكلم فيه، بس ان شاء الله ليتر هجيب لكم دكاترة هم نفسهم يقعدوا ويشرحوا لكم. الحلقة الأولانية من الأسئلة اللي جات لي عن منطقة الصدر عند السيدات، ونقدر نكبرها او نصغرها او نشدها بالتمرين ولا لا. النهاردة هجاوب على الجزء الرياضي منها. مش هقول خالص ان انا ما كنتش مكسوفة اني اطلع اتكلم في الموضوع ده، سبيشال ان الحلقة الجاية كمان هنتكلم عن الدورة الشهرية. بس هي دي فكرة السلسلة كلها، انه اي سؤال انتوا مكسوفين تسألوا فيه مدرب راجل انا موجودة هنا عشان اجاوبه. لما هبدأ اتكلم على منطقة الصدر، اول حاجة لازم ابدأ بيها هي الاناتومي بتاعتها. الثدي فيه قنوات دمعية، قنوات دمعية للتبسيط هقول ان الثدي فيه قنوات وغدد لبنيه وفيه دهون، وراهم العضله. وده هيوصلني لاول حاجه كل ست لازم تعرفها، ان ثدي الست ما فيهوش عضلات. تاني حاجه عايزين نتكلم عليها هو حجم الثدي. هل الكاب سايز ده انا ممكن اتحكم في حجمه اكبر او اصغر بالتمرين؟ زي ما قلنا انه الثدي فيه دهون وغدد، تعالوا نتكلم عن الدهون. سمعتوني بقول قبل كده انه توزيع الدهون في الجسم حاجة احنا ملناش دعوة بيها، دي جيناتكس كلنا بنتولد بيها. عشان كده هتلاقوا مثلا في بنت ممكن تكون بتخس من اللور بودي او الجزء السفلي لجسمها، وست تانية بتخس من الابر بودي بتاعها. ففكرة ان الدهون متوزعة في جسمك في الجزء العلوي ولا السفلي دي حاجة دفنتلي مالكيش ايد فيها. لكن في حاجة تانية في الدهون ممكن انت تتحكمي فيها، وهي نسبة الدهون في الجسم. دي بتتأثر بوزنك عامة، فلو وزنك زايد نسبة الدهون في الثدي بتزيد، ولو وزنك قليل نسبة الدهون في الثدي بتقل. يبقى كده الدهون ما تقدريش تتحكمي في توزيعها، لكن تقدري تتحكمي في نسبتها. تاني حاجة هي الغدد. الغدد بتتأثر بالهرمونات، عشان كده لو واحدة حامل حجم الثدي بيكبر. عشان كده لو واحدة جاية لها البيريد أو الدورة الشهرية بنلاقي إنه حجم الثدي بيكبر برضو وقت الرضاعة. فأي حاجة ليها علاقة من الهرمونات والغدد طبعا هتأثر على حجم الثدي، بس تأثير مؤقت. طب ليه ممكن نلاقي ست نسبة الدهون في جسمها قليلة ومش حامل ومش بترضع، بس حجم الثدي ممكن يكون أكبر؟ لأنه في حاجة اسمها دنس بريست أو الثدي الكثيف، بيبقى فيه غدد وقنوات لبنية أكتر من ثدي تاني، ودي بتعمل كثافة في الثدي. ودلوقتي ممكن تكوني استنتجتي التمرين بيأثر على حجم الثدي ولا لأ، والإجابة لأ، مفيش تمرين بيمرن ولا دهون ولا غدد. ودي الحقيقة اللي لازم كل ست تعرفها وهي بتروح الجيم وتتمرن، ثدي الست ما فيهوش عضلات والتمرين ما بيمرنش غير العضلات. الحقيقة ان الرياضة مع الدايت بتساعدني اني احرق الدهون، وده اللي معظم الستات عايزة توصل له. يعني قليلين جدا من الستات اللي عايزين يتخنوا، وممكن يكون في نسبة عايزة تشد جسمها من غير ما تركز قوي مع نسبة الدهون. فده اللي بيخلي ستات كتيرة لما بتخس جامد او بتعمل عمليات تكميم او الحاجات كلها اللي بتخليها تأثر على وزنها جامد، تحس ان حجم ثدييها صغر، والسبب بيكون انه نسبة الدهون في الثدي نزلت. غالبا لو واحدة عايزة تكبر حجم الثدي او حتى مش عايزاه يصغر
ولا واحدة عايزة تخس عشان خايفة انه شكل الفاد يتغير. غالبا هتتفرج على الفيديو لحد النقطة دي، هتقفل الفيديو وهتقول ميركل نصيف قالت محدش فيكم يتمرن عشان حجم الفاد هيصغر. فطبعا لأ، الرياضة ليها تأثير إيجابي جدا على شكل الست، جسمها، ثقتها في نفسها، وقد ايه شكلها بيبقى جميل ومتناسق. خلينا نتكلم في حتة ممكن الناس تحس انها سيكولوجية شوية بس هي حقيقية. ثقة الست في نفسها بتيجي بينها وبين نفسها، انا عارفة ان انا شايفة نفسي ان شكلي حلو وجميلة، وان انا مش مخبية حاجة، او ان انا مش مكسوفة من جسمي بيني وبين نفسي. وده اللي بيخلي موضوع الثدي حاجة بتأثر جدا على ثقة الستات في نفسها. بس خليني اقول لكم شوية حاجات الرياضة بتساعدنا جدا في الموضوع ده. اولها انه دايما بقول انه شكل الثدي من شكل الجسم. خليني اشرح لكم اكتر شوية. ربنا خلقنا بهيكل عظمي، الهيكل العظمي ده هو اللي عامل لنا ستراكتشر لجسمنا، ما اقدرش اطبق جسمي مثلا، وده حاجه ملناش اي ايد فيها، يعني التمرين او الكسل او اي حاجه، انا جسمي في الاخر له هيكل معين. الحاجه اللي بتخلي شكل الجسم حلو متناسق ورشيق هو الهيكل العضلي اللي فوق الهيكل العظمي. الهيكل العضلي ده هو اللي انا بروح الجيم عشان امرنه، عشان ده اللي بيبقى مشدود وقوي، بيدي للجسم الستراكتشر والحلاوة اللي كلنا عايزينها. فوق الهيكل العضلي بيجي نسبة الدهون، ودي الحاجة اللي احنا برضو بنقدر نتحكم فيها. يبقى احنا بنروح الجيم عشان نشد الهيكل العضلي ده، وبنعمل دايت عشان نسبة الدهون تقل، فالاتنين مع بعض يدوني الجسم المشدود القوي المفروض اللي انا نفسي فيه. وعشان نرجع نتكلم تاني على الثدي، انا دايما بقول ما ينفعش تبص على الجسم في عضله واحده بس، ما ينفعش امرن عضله واحده او اركز على عضله واحده او اركز على جزء واحد في الجسم اقول هو ده اللي انا عايز اشده او اكبره او اصغره. الجسم الحلو جسم متناسق وشكل الثدي من شكل الجسم. ففكروا معايا كده، انا لما بروح الجيم واشد جسمي فانا ظهري بيتفرد، كتافي والدراعات بتبقى في مكانها، منطقة الوسط والبطن بتصغر، وده بيخلي جسمي يبقى مفروض شكل الثدي بيبان أحسن وبيظهر أكتر. فأول حاجة لما هشد الجسم كل عضلة هتبقى في مكانها، كمان شكل الثدي هيبقى في مكانه مظبوط، فهيبان شكله أحلى. فمحدش يقول أصل التمرين والدايت بيقللوا من حجم الصدر من غير ما يفكروا إن التمرين والدايت كمان بيقللوا من حجم الوسط اللي هيخلي شكل جسمك أحلى وبناتي أكتر. طيب نيجي في الحتة دي عشان ننهي الجدال، السكس باكس عند الستات وفكرة ان كل الستات موهومين في انه بطننا لازم تبقى قد كده وبطننا تبقى فلات، وبعدين بقينا قلنا عايزين خطين من الجنب، وبعدين بقينا عايزين سكس باكس أكتر. خليني دلوقتي أقول لكم what costs a woman to have six packs، أو ايه الثمن اللي الستة تدفعه عشان بطنها تبقى فلات ولازقه في ظهرها وكمان ممكن تكون مقسمة. هيظهر قدامكم صورتين لاتنين ستات بيتمرنوا. البنت دي جسمها في منتهى القوة، بتتمرن ساعات تمرين رهيبة، وكمان اكلها مظبوط بالحتة، وبطنها زي ما انتوا شايفين العضلات واضحة جدا، بس شايفين ايه على منطقة الثدي؟ طبعا عضلة الصدر قوية جدا، بس نسبة الدهون في الثدي صغيرة قوي، فزي ما انتوا شايفين شكل الثدي صغير جدا جدا، بس طبعا عندها البطن المثالية وسكس باكس باينة كأنها محفورة. والبنت دي فيتنس موديل، غالبا بنشوف منها كتير جدا على انستجرام، بالنسبة لكم هو الدريم بودي. طبعا بطنها بيرفكت، طبعا رجليها بيرفكت، بس واضح انها عاملة عملية تجميل عشان الثدي يبقى بالحجم ده. خليني احكي لكم قصة حصلت لي. كنت مرة في البحر وكنت واقفه مع واحده موديل از ليتل اللي بتصور اعلانات، اسمها تحفه، وقالت لي ميركل انا نفسي يبقى عندي سكس باكس باينين قوي كده زي الاثليت. ساعتها رديت عليها وقلت لها انت اوريدي موديل، هل انت مستعده ان انت صدرك ينزل اكتر من كده ولا عايزه تروحي تعملي بريست امبلانت؟ فبصيت لي كده قلت لها هو ده الكوست، لا ان انت طول الوقت مهووسه بان انا عايزه الفات بيرسنت بتاع جسمي ينزل اكتر واكتر. البنت اوريدي موديل بتفكر ان يبقى عندها سكس باكس باينين. دي الحقيقه اللي كنت عايزه اوصلها لستات كتيره قوي. كان لازم كلنا نفهم الاناتومي بتاع الثدي بتاعنا ده، في عضلات ما فيهوش عضلات، التمرين بيأثر على ايه وما بيأثرش على ايه. التمرين بيخلي جسمك مشدود، بيخلي جسمك قوي، بيخلي ثقتك في نفسك في حته
تانية. في حلقة صباحكم خير هتكلم أكتر على البودي إيمج والحاجات اللي بتخلينا نبص لنفسنا إن إحنا جمال، ولا نبقى شايفين إن إحنا دايما عايزين عمليات تجميل تغير من شكلنا. أنا عملت الحلقة دي عشان ما فيش واحدة تتفرج على موديل في إنستجرام وتقول هو أنا جسمي ليه مش زيها. لو قررتي ان انتي بتلعبي رياضة بشكل طبيعي ومنتظم، بتاكلي اكل صحي، لازم كمان تبقي متوقعة من جسمك توقعات واقعية. فكري انه الجسم الحلو جسم قوي وجسم صحي وجسم مشدود، الرياضة هتوصلك لده، هتخلي كل جسمك حلو. ما تبصيش على جزء وجزء تاني لا، ما تبصيش على عضلة وعضلة تانية لا. دي كانت اول حلقه عن الثدي، هتكلم اكتر في الموضوع ده لانه ده مش هتقفل في حلقه واحده، وكمان هستضيف ان شاء الله بعد كده دكاتره هم كمان يتكلموا عن الجزء الطبي في الموضوع ده، الطبي والتجميلي. عايزه اوضح حاجه قبل ما اقفل الحلقه دي، انا مش ضد خالص عمليات التجميل، ما تفتكريش ان انا بقول لك انه تعملي او ما تعمليش، انا عمري في حياتي ما هقول لحد اعمل وما تعملش. لو الحلقه دي كانت مفيده ليكي اعملي لايك واعملي سبسكرايب للقناه وفعلي الجرس، عشان الحلقة الجاية هتكلم عن الدورة الشهرية سواء الستات اللي زينا اللي بتتمرن لنفسها أو لبناتنا اللي بيلعبوا بطريقة محترفة وتأثيرها على الدايت والتمرين ونتمرن واحنا عند البيريد ولا لأ. كل الأسئلة دي هجاوبها في اسألي ميركل نصيف. دي كانت حلقة النهاردة، أشوفكم في الحلقة الجاية.